تمكنت عناصر مصالحنا من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية ومنظمة مختصة في التهريب الدولي للسيارات، سرقة السيارات، تزوير واستعمال مزور في هياكل السيارات مع الملفات القاعدية. أين كللت نتائج الأبحاث بتوقيف 14 شخص متورط في القضية مع حجز 16 مركبة مسروقة وحجز 7 سيارات ومركبات نفعية كعائدات السرقة؟ أين تم إنجاز ملف إجراءات قضائية الذي سيحال إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا؟